عشان ماما ما بيحبهاش. بقاله سنتين هربان عشان عليه قضية هنا. دمرت حياتك. ايوه انت. انت لحقتي تعرفي الراجل على جوزك الجديد وكمان انت. صلاح عبد العزيز كان بيحب الست دي. قررت المحكمه احاله اوراق المتهم الى فضيله المفتي. يا ريكي هو لسه كتير. ولا انت بقى اللي لا مؤاخذه شكلك كده بردان على طول. ده انا خميسه وليل بغير مله السرير كل شهر. يا سبع يا ابن الكلب. بس انا راجل ما عجبنيش الحال المايه. لخص الوليه ارفاه طلقها. لا ما انا قتلتها. ايه عملت ايه يا اخويا؟ كده ربنا عمل الصح. جبت لي الفلوس اللي طلبتها منك؟ امشي امشي اطلع بره يا ريتني يا ريتني يا معفن. امشي امشي يلا يا راجل يا ني يا وزن. الأوضة فيها كام حيطة؟ أربعة صح؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أبويا بقى حر ينقي أي حيطة من دول ويخبط دماغه فيها. أنا بقالي كتير أوي ما اتكلمتش مع حد. مكلمش مع حد غير حسن. وحتى حسن بطل يرد عليا. عايز أروح لبنتي اتأخرت أوي. عارفة لو كنت قابلتك زمان يمكن تقدري تعملي لي حاجة. بس دلوقتي تقولي ايه؟ يلا انا هروح اروح لبنتي. كله هيدفع التمن. انسى مفيش حاجه هتحصل. ارعبني. شكرا. ظلم وفساد في كل مكان. هو مش ده شعب مصر ولا ده شعب مصر؟ بس احنا ما كناش عارفين بعضنا. انا شخصيا كنت بتريق على الثوره دي. يعني ايه ناس بتاخد معاك صور؟